رايح فين يا استاذ؟ دي العناية. ما هم قالوا لي ان الحاج في العناية. حاج مين؟ حاج شردي؟ الحاج شردي. ممكن اشوف؟ الله يبارك لك. ما ينفعش للاسف، لان الدكتور منع الزياره نهائي. ازاي ده؟ انا ابنه، يعني زي ابنه. ابنه نفسه ما عرفش يدخل له، الدكتور منع الزياره. ولا حتى يعني ابص عليه كده من بعيد. لو سمحت يا استاذ، ان شاء الله لما يقوم بالسلامه شوفه براحتك. يا شيخ ربنا يخلي لك عيالك، ابص عليه بس. مش هقدر صدقني، دي مستشفى وليها نظام. اتفضل. اتفضل. حاضر. اتفضل. لو سمحتي من فضلك كده مش هينفع، اتفضلي تعالي. انت دعيله وان شاء الله هيبقى كويس. اتفضلي. هو تمام الحمد لله، دلوقتي بقى احسن من الاول. امير لو سمحت ممكن فايل 314؟ انت مين؟ انت اللي مين وايه اللي جابك هنا؟ مساء الخير. احنا وردنا كل الحاجات وكله تمام. متشكر. دكتور، ازي حضرتك؟ طمني الحاله عامله ايه دلوقتي؟ تمام الحمد لله. يعني انت حته صبي شغال عنده وواقف كده تحقق معايا؟ هو انت اتهبلت؟ اتهبلت؟ ايه ما سمعتهاش؟ لسه وطي صوتك وحسني ملفظك شويه، انت مش واخده بالك احنا فين؟ لا يا حبيبي انا واخده بالي انا فين، خليك انت في حالك. انت دخلت هنا ازاي وماما مانعاني الزياره؟ انت مالك انت؟ انت هتقعد تحقق معايا دخلت وخرجت ازاي؟ اوعى من وشي بتاع انت، اوعى. بتاع انت؟ معقول؟ هي نفس البنت؟ وجاي لحد هنا؟ لا تعالي لي بقى. السلام عليك يابا. ألف سلام عليك. والله يا حاج أنا اتخضيت أول ما لقيتها واقفة قدامك وبتعيط. قلبي كان هيقف أول ما شافت خلقتي. اديتني كلمتين في جنابي ومشيت. سلامتك يابا. سلامتك. ألف سلامة. ألف سلامة. يا حاج إزاي يحصل الكلام ده وأنا ما أعرفش؟ مش أنت بتقول إن أنا زي ابنك؟ مش أنا أولى برضه إن أقعد تحت رجليك؟ يعني أنا يا جبريل كده ما كنتش بخرف لما حسيت بيها؟ ها؟ لا يابا ما كنتش بتخرف. لا بس هي من دي. اقول لك بس ده بس. انت تعبت تاني؟ سلامتك حاج. سلامتك. انت تاني دخلت ازاي؟ شوفي ماله. شوفي الله يبارك لك تعبان. طب لو سمحت معلش ممكن تخرج بره عشان اعرف شغل هتأذيني؟ من فضلك دي عناية مركزة، لو سمحت اطلع بره. من فضلك اطلع بره. لو سمحت ارجوك، انت والله بتأذيني ارجوك عشان خاطر الحاج. من فضلك اطلع بره لو سمحت. ريحي ناشف قوي. سلامتك يا حاج. كله هيبقى كويس ان شاء الله. يا رب. بسيطة ان شاء الله. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.